اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة هكلمكم عن ارخص كريم تفتيح موجود، يعني يعتبر من الكريمات الجميلة جدا جدا، كل الحاجات اللي داخله فيه طبيعية، فوائده رائعة جدا. بس انا هضيف لك على الموضوع ده خطوتين تعمليهم علشان تاخدي نتيجة كبيرة، لانه معظم الناس بعد ما بتستخدم كريم التفتيح بتلاقي فجأة ان بشرتها غمقت وتصبغات حصلت وبقع. لا، انا هدي لك خطوتين تعمليهم مع كريم ده واضمن لك بشرة فاتحة جدا جدا زي بشرة كده الكوريين مثلا. فلو انت عندك مناسبة مثلا وعايزة تفتحي بشرتك، او لو فرحك قرب وعايزة تفتحي بشرتك، يبقى الفيديو ده هيكون مهم جدا جدا ليكي. حاجه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه وفعلوا علامه الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات اللي انا بعملها اول باول. تعالوا اكلمكم النهارده عن الثلاث خطوات المهمين جدا اللي هنعملهم لو احنا عايزين نفتح بشرتنا وعايزين البشره ما ترجعش تتبهدل تاني. هما ثلاث خطوات اساسيين. اول حاجه خطوه تقشير البشره، ودي مهمه جدا جدا علشان اي كريم تفتيح مش بيدي نتيجه على البشره نفسها، لان انت مش بتبقي عامله تقشير فبتبقى بشرتك كلها يعني شوائب ومش جاهزه انها تستوعب او تستقبل كريم التفتيح. فاول خطوه هنعملها هي التقشير، تاني حاجه الكريم اللي هنحطه عليها او كريم التفتيح، وتالت حاجه بقى مشروب هنشربه علشان نغذي البشره من جوه ونفتحها من جوه، مش بس يبقى كريم من بره، لا ده انا كمان هاخد حاجه اشربها علشان افتح البشره. نيجي بقى لكل خطوه نتكلم فيهم واحده واحده بالراحه. اول خطوه وهي خطوه طبعا التقشير. التقشير ده مهم جدا جدا، سبق اتكلمت عنه فيديو، لو انت ما شفتهوش هتقدري تشوفيه دلوقتي من الدايره اللي هتظهر فوق اعلى الفيديو ده. في طبعا الفيديو ده انواع الكريمات وتعملي التقشير ازاي وكل حاجه بالتفصيل. التقشير بيساعد على انه اول حاجه بيزيل الجلد الميت، لو في مثلا تصبغات، لو في كلف، كل الحاجات دي بيقللها بشكل كبير جدا. فالتقشير لازم يكون اول خطوه لو احنا عايزين نفتح بشرتنا. بعد ما بنعمل التقشير بقى بنبدا نستخدم الكريم الرائع اللي انا بتكلم عنه النهارده، وهو ستار فيل وايتنينج كريم. ستار فيل وايتنينج كريم ده من الكريمات الرائعة جدا جدا للتفتيح. اول حاجة ان هو بينفع لكل انواع البشرة، يعني بشرة دهنية تمام، بشرة جافة تمام، بشرة مختلطة تمام، وده طبعا بيبقى كويس ان انت مش محتاجة تستخدمي كريم او سيرم، يعني هو الكريم ده مناسب لكل انواع البشرة. غير كده بقى هو في مجموعة مواد طبيعية رائعة جدا بتساعد على التفتيح، وكلها مواد آمنة زي فيتامين A وفيتامين B، حمض الكوجك وزيت الخروع وحمض الباسينول الخام. فكل الحاجات دي بتزود قوي عملية التفتيح وفي نفس الوقت كلها آمنة ومفيش مشكلة. ده غير كده ان هو كمان بيستخدم في الهالات اللي هو تفتيح الهالات وكمان المناطق الحساسة. ده غير كده ان هو كمان بيغير ملمس البشرة وبيخليها ملمسها كده زي الاطفال. فيعتبر ستار فيل وايتنينج كريم من الحاجات الرائعة والرخيصة، يعني حاسب لكم السعر والاسم في صندوق الوصف. يعتبر سعره طبعا بالنسبة للتفتيح والنتيجة بتاعته سعره بسيط جدا. الاستخدامه فهو بسيط جدا، هتغسلي البشرة بالغسول المناسب اللي انت بتستخدميه، وبعدين هتحطي حتة من الكريم على ايدك وتبدأي بقى تدهني البشرة مرة الصبح ومرة بالليل. اما بالنسبة للناس بقى اللي بشرتهم دهنية هيستخدموه مرة واحدة بس بالليل. ولو عايزة نتيجة افضل واجمل تستخدمي معاه الصابونة بتاعته، وهي الستار فيل وايتنينج سوب. الصابونه برضو هتستخدميها مره الصبح ومره بالليل، لكن للناس اللي بشرتهم دهنيه هيستخدموها برضو مره واحده بالليل مع الكريم، يبقى كده هيستخدموه مره واحده بس. يبقى كده احنا عملنا خطوه التقشير وتاني خطوه وهي خطوه الكريم. يتبقى بقى تالت خطوه وهي خطوه المشروب اللي انا هشربه علشان ينور وشي ويساعد في تفتيح البشره. الجميل قوي في المشروب ده ان طعمه مقبول جدا وحلو، ما فيهوش اي مشكله، ومكوناته بسيطه وموجوده في كل حته. بيتكون من ايه بقى؟ بيتكون من جزرتين، يعني يكون حجم متوسط او صغير، وتفاحه، وواحده بنجر او اللي بيسموها يعني في دول الخليج الشمندر.
يبقى هنستخدم الثلاث حاجات دول. اول حاجه جزرتين، تاني حاجه تفاحه، تالت حاجه بنجر او شمندر. هنغسلهم كويس ونقشرهم ونقطعهم حتت ونحطهم في الخلاط، ونحط عليهم مثلا نص كوبايه ميه عشان يعني نخلطهم، او كوبايه ميه صغيره حسب اللي احنا عايزينه. وبعدين نسيب بقى كل ده يتخلط مع بعضه، ونشرب كوبايه كل يوم الصبح على معده فاضيه قبل الفطار بنص ساعه. المشروب ده بقى كل مكوناته رائعه جدا، لان الثلاث حاجات دول بيساعدوا على تجديد الانسجه والجلد، وبينظفوا الكبد، وبيساعدوا على تفتيح البشره ونضارتها، وازاله الجلد الميت والتصبغات والبقع والكلف وكل الحاجات دي. طبعا الثلاث عناصر دول حاجات طبيعيه، لكن بتساعد جدا في تفتيح البشره داخليا. فحتى مش هتلاقي يعني وشك بس، هتلاقي جسمك كله ابتدى يفتح وابتدى يبقى اكتر نضاره، وهتلاقيه يعني بدل ما هو كده شكله تعبان ومرهق، لا هتلاقي انه الوش ابتدى ينور، الجسم ابتدى ينور. طبعا فرق جامد جدا في لون البشره. يبقى كده لو عملنا الثلاث خطوات دول، وهم خطوه التقشير، وتاني حاجه كريم التفتيح، وتالت حاجه مشروب التفتيح، اوعدكم انه من تامن يوم ان شاء الله هتلاقوا نتيجه رائعه جدا. والحلو بقى ان احنا بنعمل الحاجات دي ان شاء الله نتيجه سريعه، يعني مش هتاخدوا وقت طويل وهتلاقوا البشره ابتدت تفرق. واي حد هيشوفك هيقول لك ايه ده، هو انت عملتي ايه؟ هيستغربوا طبعا، لان النتيجه هتبقى من بره، وفي نفس الوقت انت كمان بتاخدي حاجه من جوه، فالنتيجه هتبقى مضاعفه جدا. اتمنى اني اكون في نهايه الحلقه قدرت افيدكم وقدرت اقدم لكم معلومه مفيده. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش لايك، سبسكرايب، شير الفيديو في كل حته، واشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي.